ألو معايا؟ شايفين السكرين بتاعتي؟ سامعين صوتي؟ ألو هي السكرين السكرين باينة السكرين مش باين. How about this؟ ظهرت؟ لا برضو لا برضو لسه. أكيد ظهرت. ها؟ تمام كده. احنا يعني قلنا هنشوف دلوقتي very simple application للسيستيك. الابليكيشن دي مطلوب انها نعمل كنترول على LEDs. المالتي كولر ليد مكون من 3 ليدز، عندنا هناخد منهم 2 اللي هما الريد والبلو. الريد والبلو هنعمل عليهم كنترول عن طريق التو بيتس دول. التو بيتس دول اللي هما بيتس 18 و19 من بورت بي. بيتس 18 و19 من بورت بي دول افيلابل ك external pins على المايكرو كنترولر، وده اللي خلانا نختارهم يعني 18 و19 من بورت بي. يعني مش كل ال 32 بيتس بتوع بورت بي افيلابل ك pins، في مجموعه منهم، فاحنا اخترنا 2 pins اللي هم 18 و19. هنعمل بيهم كنترول عليهم كنترول هنعمل عليهم كنترول من السيستم. السيستيك هي عبارة عن كاونتر زي ما اتفقنا، مش كده؟ فالكاونتر ده اللي هو السيستيك هو مكون من 24 بيتس. 24 بيتس from 0 to 23. فهناخد ال 2 most significant bits من السيستيك، تمام؟ ونحطهم على بيت 18 و19 من بورت بي. التو بيتس دول هنعمل بيهم كنترول على الريد ليد والبلو ريد. انا لو الكاونتر بتاعي ده سيستيك لو هو شغال كونتينيوسلي، تمام، وكل ما يصل الى الماكسيم بتاعه يعمل ريستارت للكاونت من جديد، يعني يبتدي صفر تاني، يفضل يعد 1 2 3 لغايه ما يوصل للنهايه يرجع صفر وهكذا. فالتو بيتس دول الفريكوانسي، احنا عارفين ان في اي باينري كاونتر الفريكوانسي بتاع تشينج للبيت دي بيكون ضعف الفريكوانسي اوف تشينج للبيت دي. يعني ده بيتغير 0 1 0 1 بضعف الفريكوانسي بتاع اللي بعده، اي واحد منهم كده. يعني الليست سيجنيفيكانت بيت هنا اسرع بيت بتتغير، البيت اللي بعديها على طول دي بتتغير بفريكوانسي بنص الفريكوانسي بتاع least significant bit وهكذا. فبالتالي هنا الليد الاحمر هيتغير بفريكوانسي هو ضعف الفريكوانسي اللي هيتغير بيه الليد الازرق. لان ده متوصل بالبيت 22 وده البيت الاعلى منها على طول اللي هي 23. طيب
الكاونتر ده هيعد وبالتالي يتحكم ال1 هنا وال0 وال1 وال0 اللي يحصل هنا هيتحكموا في امتى ده ينور وامتى يطفي. ليه احنا يعني قلنا ان احنا هنخلي البيت 22 دي تروح لبيت للبين 18 والبيت البيت 23 للبيت 19. ليه نقلنا دي هنا ونقلنا دي هنا؟ ليه ما طلعناش السيستيك ده مباشرة على البورت؟ لو احنا طلعناه مباشرة من هنا على البورت ده معناها ايه؟ ان البيت 22 هتروح لبورت بي بيت 22 والبيت بتاعت السيستيك 23 هتروح للبيت 23 في بورت بي. بيت 22 بيت 23 ما بيروحوش لل او البيت 22 والبيت 23 في البورت دي مش افيلبل كاكسترنال بيتس في المايكرو كنترول. احنا اتفقنا من زمان لما جينا نشرح الجي بي اي او ان مش كل البيتس بتاعت البورت افيلبل كبينز اكسترنال في المايكرو كنترول. فما فيش حاجه اسمها بين على المايكرو كنترولر واصل بالبيت 22 ولا بين واصل بالبيت 23. ما فيش، مش واصلين لايه اكسترنال بينز، ولكن 18 و19 واصلين. يعني بورت بي بورت بي بيت 18 وبيت 19 افيلبل كبينز على المايكرو كنترولر. فاحنا لو استخدمنا الاثنين دول وعايزين نوصلهم بالاثنين دول، طب ليه احنا اخترنا الاثنين دول؟ ما كنا ناخد ال 18 وال 19. لو خدنا ال 18 وال 19 هنا الفريكوانسي بتاع التشينج بتاعهم هيكون عالي كومبيرد بده. يعني كل ما بننزل كده في الليست سيجنيفيكانت بيت الفريكوانسي بتاع التشينج بيكون اعلى. انا عايز اوصل الى اقل فريكوانسي عشان اقدر اشوفه، لان سرعه التغيير هتبقى كبيره في الليست سيجنيفيكانت بيتس، لان الكلوك اللي بيعمل بيها انكريمنت للسيستيك الفريكوانسي بتاعها عاليه. فهاخد انا ال2 بيتس اللي هو موست سيجنيفيكانت وهوصلهم بالافيلبل external pins من port B. فده اللي هيحصل، ان انا قبل ما انقل الفاليو اللي هي موجوده في سيستيك قبل ما انقلها الى port B هعمل لها shift، هعمل لها right shift. right shift بمقدار كام بيت؟ الفرق ما بين ال 22 وال 18 هعمل لها right shift 4 times. طيب نيجي نشوف بقى ايه اللي هي how to toggle LEDs using a cystic counter. عندنا الـ system clock 41.94 ميجاهرتز. لو حطينا في الريلود فاليو ريجستر حطينا فيها الماكسيمم بوسيبل اللي هو اول وانز، اتفقنا ان احنا هنحصل على فريكوانسي 2.5 هرتز. 2.5 هرتز معناها هيحصل تشينج من اعلى قيمه للكاونت ويعمل ريلود تاني الى زيرو وبعدين يعمل ريلود تاني في 0.4 سكندز. معناها ايه؟ معناها الموست سيجنيفيكانت بيت دي هتغير الستيت بتاعتها كل 0.4 سكندز، اما البيت دي فهتشينج الستيت بتاعتها كل 0.2 سكندز. فدي هتتغير ب 25 هرتز ودي هتتغير بنص او بضعف الفريكوانسي ده، يعني معناها كل 5 بتتعمل بفريكوانسي 5 هرتز.
مطلوب write a program عشان نخلي السيستيك كاونتر ران فريلي، يعني كل ما يحصل يصل الى المينيموم الزيرو بتاعه يرجع يريلود الفاليو الماكسيموم تاني ويفضل كاونت داون حتى يصل الى الزيرو، وفي نفس الوقت to dump الكاونتر فاليو من هنا الى هنا عشان تطلع على الليدز، بس بشرط ايه؟ ان احنا قبل ما نحطهم من هنا لهنا نعمل ايه؟ شيفت مقدار 4 بيتس. الكود اللي هنحتاجه في السيمبل ديمو دي هو اللي قدامنا ده السي كود، هنانكلود الهيدر فايل اللي هو بيعرف الديفينيشنز بتاعتنا اكوردنج تو السي ام سيس، واكتب المين فانكشن بتاعتي. المين function زي ما اتفقنا انها بتعمل ايه؟ start the counter في البداية، initialize the stick بال maximum value و configure it انها تعمل reload كل مرة تصل الى zero reload it again، واستمر في العملية دي. هل انا محتاج هنا interrupt في الابلكيشن دي؟ انا مش محتاج interrupt. هل انا محتاج تيست الفلاج بتاع الكاونت ده وصل لزيرو ولا لا؟ لا، هو سيستيك البيسك ابلكيشن بتاعتها انها تعمل فعلا interrupt، تعمل interrupt او to set الفلاج ده مع every period predefined period. لكن انا هنا الابلكيشن دي مش هتستخدم الانتربت خالص، ولكن هي هتاخد الفاليو بتاعت الكاونتر ده على طول وتحطها في بورت بي بعد ما تعمل له شيفت فور بليسز. كل مره تطلع الكاونتر ده بحيث ان الموست تو موست سيجنيفيكانت بيتس يعملوا كنترول على الليدز الريد والبلو. في الانيشاليزيشن هنا في الكونفيجريشن عشان الابلكيشن دي انا محتاج ان انا هستخدم بورت بي، بورت بي محتاج استخدم، فمحتاج ان انا اوصل اليه الكلوك دي اول حاجه، جيت الكلوك الى بورت بي. تاني حاجه ان البيتس اللي هم 18 19 في بورت بي مفروض ان انا اعمل لهم سيليكشن انهم جي بي اي او. ثالث حاجه ان انا اعمل لهم سيليكشن انهم اوتبوت بينز. اوكي، لو كانوا يستخدموا انبوت بينز ما كنتش هحتاج ان انا اعمل لهم كونفيجريشن كانبوت بينز لان الديفولت بتاعهم هو انبوت بينز، لكن انا هستخدمه كاوتبوت بينز، فبالتالي اي هاف تو كونفيجر التو بيتس دول على انهم اوت. فاول حاجه من السيم موديول ريجستر 5 هحط فيها بيت بتساوي 1، البيت اللي بتساوي 1 دي كورسبوندنجلي البيت اللي بتعمل انيبل الكلوك لبورت بي كجي بي اي. تاني خطوه كونفيجر البورت بيتس عن طريق البي سي ار بورت كنترول ريجستر او البين كنترول ريجستر بين 18 وبين 19 الاثنين استخدمهم كجي بي اي او. ثالث حاجه الكونفيجريشن بتاع الدايركشن اللي هي بورت بورت بي بورت داتا دايركشن ريجستر هخليهم output pin.
18 و 19. البورت دي لداتا دايركشن ريجستر واحده، تمام، فيها مجموعه من البيتس بتحدد الدايركشن بتاع كل بيت في البورت. فانا عندنا هنا 2 بيتس 18 و 19، لازم احطه هنا كل واحده منهم ب 1، فبالتالي هنا في 2 ones. السي دي عباره عن 2 ones جنب بعض، 1 تقابل بيت 18، 1 تقابل بيت 19، والاثنين to be set as output pins. فبالتالي هنا انا جهزت بورت بي بيتس انهم يشتغلوا output الاثنين 18 و 19 يشتغلوا output pins. الخطوة التالية ان انا اكونفيجر السيستيك. كونفيجر السيستيك معناها ان انا محتاج انا في الابلكيشن بتاعتي ان انا احط في الريلود فاليو الماكسيموم فاليو، فهو 24 ones. وبعدين في الكنترول ريجستر بتاعت السيستيك هحط فيها فاليو 5. فاليو 5 دي لو رجعنا للكنترول ريجستر، لو نقدر نرجعها لورا كنترول ريجستر، بحط فيها الفاليو 5. الفاليو 5 يعني ايه؟ يعني ديب 1 وديب 0 وديب 1. 101 معناها دي 5. 5 يعني ايه هنا؟ 2 معناها الكنترول سورس ب 1. كنترول سورس ب 1 معناها يوز البروسيسور كلوك مباشرة من غير ما تعمل لها ديفيجن باي 16، استخدمها مباشرة. هنا دي بزيرو، زيرو معناها do not cause exception، مش interrupt يعني من هنا من عندك، مفيش interrupt هيحصل منها. الأخيرة اللي هي enable، enable counter، enable sysctic counter. فحط هنا 5 معناها اخترت الكلوك سورس الأصلية بتاعت الكور. Do not allow interrupts. Enable الكاونتر. دي الخمسة اللي أنا حطيتها هنا في الكنترول ريجستر. بعد كده استمر بقى في الـ infinite loop دي. ان السيستيك فال فاليو، الفاليو دي اللي هي الكرنت فاليو اللي في السيستيك كاونتر، حطها كانتجر في السي، الانتجر سي، تمام. وبعدين اللي في الانتجر سي ده اعمل له شيفت رايت باي 4 بليسز وطلعه على البورت بي داتا اوتبوت ريجستر. اللي في الكاونتر هنا هيطلع على البيتس المطلوبة في بورت بي، واستمر بقى في كده. يبقى هو الكاونتر بتاعنا بتاع السيستيك شغال، شغال بره البروجرام، يعني هو ده هاردوير كاونتر، لكن البروجرام بيقرا اللي فيه continuously ويدمبت على بورت بي، فبالتالي يتحكم في التو بيتس اللي واصلين بيه الليدز. بعد simple code just to demonstrate requirements في استخدام السيستيك. ما استخدمتهاش انا تعمل لي interrupt ولا حاجة، انا استخدمت الكاونتر بتاعها فقط، انا عارف يوصل لها frequency قد ايه، وانا عايز الفريكونسي اللي يطلع لي بتاع التحكم في الليدز شكله ايه، وظبطت الـ values بتاعت الـ frequency. لو أنا عايز أعمل delay using السيستيك، it's another function. لو عايز أنا أستخدم السيستيك to make a delay of 1 millisecond. Make a delay of 1 millisecond.
واحنا استخدمنا الكور كلوك اللي هي بالفريكونسي ده. معناها ان انا عشان اصل الى delay of 1 millisecond ليه ده ده time مش كده، فانا هقلب الفريكونسي عشان يديني التايم بتاع single clock من الكور، هضربه في العدد اللي انا عايزه، المفروض يكون n plus 1 العدد اللي انا هحطه، لازم يكون زياده ب 1، اقدر احسب ال n بيساوي كام. فال n plus 1 دي اهي بتساوي 1 ملي سكند اهي 1 ملي سكند في الفريكونسي ده يديني العدد. بالتالي انا محتاج ان اهوت n plus 1 بتساوي الرقم ده، يبقى ال n زيادة انقص منها واحد، ده ال n plus 1 يبقى دي ال n. الفانكشن هسميها delay 1ms delay 1 millisecond، هحط في السيستيك في اللود الريلود ريجستر هحط فيها الفاليو دي اللي هي ال n دي، وهحط الخمسة في تاني مرة تانية في الكنترول، فالخمسة دي هتعمل enable للكاونتر، وفي نفس الوقت مش هتستخدم interrupts وهتستخدم الكلوك الأصلية بتاعت السيستيك. تمام. وبعدين wait until the count flag is set. أنا هنا عملت disable للinterrupts منها. طب أنا عايز أعرف إمتى وصل للصفر، يبقى أستخدم البولينج. عملية البولينج أهي بيقرأ إيه اللي موجود ويشوف هل وصل لزيرو ولا لأ، فهو بيقرأ الكنترول ريجستر بتاعت السيستيك ويتست على الكاونت فلاج، بيتست على الكاونت فلاج، لو هو بصفر استنى، اول ما الكاونت فلاج ده يبقى ب 1 هيطلع بره اللوب، هيطلع بره اللوب يبقى هو ضمن ان فعلا مر 1 ملي سكند، عارف ان هو عدى 1 ملي سكند، بعد كده خلاص ستوب التايمر انه بيعمل الانيبل بتاعتها بزيرو، ستوب التايمر حط بدل الخمسه هنا حط زيرو، فبالتالي least significant bit من الكنترول ريجستر دي اللي بتعمل انيبل للكاونتر اصلا بقت بزيرو، يبقى الكاونتر is disabled. يبقى هو هنا الويت كلها في الوايل لوب دي، wait for the flag اللي هو مسمى count. فكر ازاي تعمل بقى بالفانكشن دي a delay of multiple milliseconds، يعني دي فانكشن تعمل لك delay 1 millisecond، how to use it for multiples of millisecond. The last application للسيستيك ان انا هستخدمها for periodic interrupts، عايز اعمل generation لperiodic interrupt باستخدام السيستيك. لو انا افترضت ان انا عايز اعمل interrupt every 1 second
يعني الفريكونسي بتاع الانتربت يكون 1 هرتز باستخدام السيستيك. هنفترض المرة دي ان البروسيسور كلوك 48 ميجا هرتز، 48 ميجا هرتز هي الكلوك بتاعت البروسيسور. هنا بيقول ايه؟ We need to divide the processor clock by a factor. تمام؟ ايه الفاكتور المطلوب؟ ان انا عايز اوصل الفريكونسي من 48 ميجا هرتز الى 1 هرتز. الكلوك الاصلية اللي بعمل بيها decremental counter 48 ميجا هرتز. انا عايز اعمل interrupt every 1 هرتز، يبقى الراتيو المفروض تبقى كام؟ 48 مليون. يبقى الفاليو اللي المفروض احطها في الريلود ريجستر بتكون الفاليو المطلوبه دي ناقص 1. الفاليو دي اهي، الفاليو دي is too large to fit into the 24-bit reload field. يعني الفاليو دي أكبر من 2 to the power 24 minus 1. يعني ما تسعش فيه 24 bits، the decimal value. يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا بدل ما اخد الفريكونسي الاصلي ده اجرب، هل انا لو قسمتها على 16 اللي هو الاوبشن الثاني بتاع الكلوك سورس، الاوبشن الثاني ان انا بقسم على 16، فلو قسمت ال 48 على 16 يطلع لي ايه؟ 3 ميجا هرتز. يبقى انا التيك هتكون الفريكونسي بتاعها 3 ميجا هرتز، يعني 3 مليون. هل 3 مليون ناقص 1 اللي هو الرقم ده أقل من 2 to the power 24 minus 1؟ آه، لأن ده 2 to the power 24 ناقص 1. بالتالي طالما الرقم ده fits في 24 bits it's okay. يبقى أنا أحط ده في الريلود ريجستر. وده الكود اللي أنا هستخدمه عشان يعمل الضبط بتاع الـ periodic interrupts كل 1 second. الجزء الأولاني من الكود ده هو عملية الـ initialization للـ systic. الجزء الثاني ده هو الـ handler، إن لما يحصل الانتربت اعمل ايه؟ يعني ده الهاندلر بتاع الانتربت، وده الانيشاليزيشن بتاع السيستيك عشان تعمل انتربت كل 1 سكند. بيعمل ايه بقى الانيشاليزيشن؟ الفانكشن اللي هي اسمها init systic تعمل ايه؟ الانيت systic المفروض انها تعمل رايت اللود فاليو اللي هي حسبناها في السلايد دي، رايت اللود فاليو دي، وانيبل السيستيك اي ار كيو في الانفيك، وحط الفاليو في الكاونتر اللي هيشتغل، واعمل enable للانتربت من الـ يعني في الكنترول ريجستر بتاعت السيستيك
حط البيت بتاعت الانتربت انيبل حطها ب1 وحط البيت بتاعت الانيبل التايمر حطها ب1. تمام. وايضا الكنترول سورس بتاعنا مفروض يكون هو السيستم كلوك على 16. ففي الثلاثة بيتس دول هنختارهم عشان الأهداف بتاعتنا، إن إحنا نستخدم الالترنت كلوك سورس، نعمل enable الانتربت، do not disable interrupt، يعني you have to enable الانتربت، وابتدي التايمر، enable التايمر. فأدي أدي إيه ال function دي. السيستيك الريلود فاليو اللي هي الفريكوانسي بتاع الكلوك اسمه على 16. وفي الانفيك سيت البريوريتي بتاعت السيستيك انتربت ريكوست set it to 3. السيستيك فاليو حطها هنا بصفر. والكنترول احنا عندنا 3 بيتس we need to set او 2 بيتس to set them to 0. ليه؟ لو رجعنا تاني للكنترول اهو I need to enable it، فعندي bit I have to set it to 1. Enable interrupts I have to set this bit to 1، ودي هخليها بزيرو. زيرو ليه؟ لأن أنا عايز أقسمها على 16، فخلي دي 0 1 1. ففي هنا 2 bits I need to set them to 1s، دي ودي. دول في ال CMSys naming، في واحدة منهم في الكنترول ريجستر اسمها tick init الماسك بتاعها اللي هيكون هنا بتساوي 1 لأن دي least significant bit. و ال هنا ال انيبل هنا ده انيبل، لا دي هتكون 2، الماسك ده هيكون يساوي 2 والماسك ده هيكون يساوي 1، لان ده هي انيبل انتربت وده هي انيبل التايمر تو ورك. فدي الانيشاليزيشن ستيبس بتاعت السيستيك. بعد كده الهاندلر بتاعنا كل ما يحصل انتربت هيعمل ايه؟ هيعمل كنترول على ال RGB LEDs. الكنترول هنا على ال RGB LEDs هو عبارة عن 3 logical values هنا، 1 و2 و3. تمام. كل ما يحصل ال interrupt بيزود ال N ب1 ويطلع على ال RGB LED. فبالتالي ال color هنا هيتغير. ال color هيتغير. ال color مش هيتغير لأن هنا نفس البيت دي هي نفس البيت دي هي نفس البيت دي. فالبيت اللي هتطلع على ده هو على ده هي اللي على ده.
فالبيت هي الليد هينور ابيض او يطفي، ينور ابيض او يطفي باي فريكوانسي؟ بالفريكوانسي بتاع الليست سيجنيفيكانت بيت بتاع الان. الان دي انكريمنتد مع كل انتربت، يبقى مع كل سكند، واحنا هنا ظبطنا على 1 هرتز، 1 هرتز انتربت، فمع كل سكند هينور ويرجع يطفي، ينور ويرجع يطفي. اوكي، هنا الان ده اتعرف على انه static integer عشان it is not initialized او it is not created مع كل call للfunction. لا، ده بيبقى ثابت في الميموري، والfunction دي وظيفتها فقط انها ايه؟ تعمل له increment. مع كل second يحصل له increment. فبالتالي دي تتردد من ال1 الى 0 1 0 every one second. يبقى الليد هينور ويطفي ابيض لان الثلاثه موجودين، الثلاث الوان موجودين، فهينور ويطفي ابيض every one second. المره الجايه بقى هنبتدي الجزء الثاني من التايمرز ونتعرف على البيريودك انتربت تايم بي اي تي، يسموها البي اي تي. الـ PIT دي عبارة عن peripheral timer peripheral، لكن الـ SysTick دي اللي برضو استخدمت في عمل interrupt من ضمن إمكانيات أنها تعمل interrupt، استخدمت صحيح في عمل interrupt، ولكنها it's a part of the core. احنا قلنا فرق إن SysTick it's part of the ARM architecture، ولكن الـ PIT دي ديزاينر بتاع المايكرو كنترولر هو اللي بيحطها، فدي إضافة على المايكرو كنترولر، it's not a part of the core. احنا نتوقف عند النقطة دي، لو حد عنده أسئلة. حد عنده سؤال؟ لا تمام. لا تمام يا دكتور. طيب اوكي، نتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي. ويعني لو في كويز الاسبوع الجاي انا هبلغكم في وسط الاسبوع ده، تمام؟ لان ممكن نعمل كويز الاسبوع الجاي عشان نكولكت اعمال السنه، تمام؟ في اعمال سنه، وبرضو طبعا زي ما اتفقنا من الاول خالص ان هيكون في تيرم بروجكت، يعني في خلال الايام اللي جايه هنعمل لكم فورميوليشن للبروجكت ونديه لكم بحيث انكم تسلموه قبل الامتحانات ان شاء الله. يلا نتقابل الاسبوع الجاي.